وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله العظيم. أولا نترحم على شهدائنا الأبطال، تمنى الشفاء العاجل لجرحانا الأشاوس الأبطال. يسرنا ويشرفنا كرئيس للحكومة ونواب ووزراء أيضا أعضاء المؤتمر الوطني وكل السادة المرافقين والسادة المتواجدين هنا معنا أن يكونوا شاهدي على هذا الحدث الكبير لهذا اليوم، وهو تدشين وإعادة بناء وصيانة أحد المرافق الحيوية والمهمة والذي كانت شريان الحياة ومصدر الانفتاح على العالم الخارجي لكل الليبيين من كافة المناطق والقرى والمدن الليبية. فنحن مع السادة الحضور ندشن إعادة بناء وتطوير هذا المطار ليرى كل الليبيين إننا حقيقة نسعى جاهدين للعمل على بناء الدولة وإعادة تشغيل مؤسساتها والتي منها هذا المطار، والذي هو حلم لكل ليبي وليبية، والذين يتمنون عودة الحياة إلى هذا المرفق من جديد من خلال رؤية الأسطول الجوي الليبي. تقلع وتهبط طائراته من هذا المكان والذي توقف عن العمل بعد أحداث شهر يوليو الماضية. فيطيب لي والسادة الحضور أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تشريفكم بحضور حفل التدشين لمشروع مطار طرابلس الدولي، أحد المشاريع الكبرى التي تسعى الحكومة لتحقيقها إيمانا منها بأهمية تطوير قطاع الطيران المدني لما سيترتب عليه بشكل موازن من تطور ونماء في مختلف مناحي الحياة في بلادنا، مؤكدين لشعبنا الليبي العظيم إننا سنعمل دوما بفضل الله ودعمهم لنا بدون كلل أو ملل على تحقيق طموحات أبناء هذا الشعب والسعي إلى المضي قدما نحو خلق بيئات جاذبة للاستثمارات العالمية وتحقيق ما تصبو إليه من رفعة ومتعة. بدعمكم نبقى على خطى التميز والنماء، وإن الهدف الأساسي من تدشين المطار هو تخفيف العناء على المواطن من تحمل السفر برا وتخفيف معاناة الليبيين من معاناة السفر عبر دول الجوار وتسهيل الحركة داخل ليبيا وخارجها والسعي للتميز وزيادة ورفع القدرة الاستيعابية السنوية للمطار وزيادة الحركة الجوية والعمل على تحسين الخدمات وتوسعة الاتصالات الخاصة بالركاب لتحقيق عامل الجذب والاستثمار في هذا القطاع، وكذلك زيادة الدخل العام للدولة الليبية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق المشروع لأهدافه التي تتضمن دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في ليبيا وتعزيز مكانة ليبيا كمركز إقليمي للمسافرين بهدف الترقية والأعمال على حد سواء. ويعتبر مشروع المبنى الجديد لمطار طرابلس الدولي من أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تحيط بنا والتي أثرت على السياسة والاقتصاد وعلى الحالة الاجتماعية للمواطنين، وكذلك أثرت على عالم صناعة الطيران بشكل كبير، إلا أنه بحمد الله وتوفيقه يدشن من هذا الموقع والذي نعلن فيه إعادة العمل بناء وصيانة مطار طرابلس الدولي. سيترتب عليه بشكل موازن من تطور ونماء في مختلف أشكال الحياة في بلادنا والعمل على تحسين الجودة والخدمات ورضا المسافرين وفي خدمة كل الليبيين. هذا التدشين لإعادة بناء وصيانة المطار سيتم من قبل مصلحة المطارات وصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، الذي نتمنى لهم التوفيق في إعادة الحياة لهذا المرفق الحيوي والهام. نتمنى أن يكون هذا التدشين فاتحة خير على الجميع، وخاصة إننا في اليومين السابقين تم الإعلان عن انتصار الثوار وقوات الجيش الليبي التابع لرئاسة الأركان العامة بالحكومة التابع للمؤتمر الوطني الانتصار على الدواعش القتلة في مدينة صبراتة الصامدة، وسقوط العديد من الشهداء الأبطال من مختلف المناطق الليبية والتي نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء، وكذلك الجرحى الشرفاء والذين نتمنى سرعة الشفاء العاجل لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حقيقة شرف لنا جميعا أن نرى البناء بدل من أن نرى الهدم، وهذه إحدى لبنات البناء التي تطلع إليها المواطن في كل أرجاء ليبيا. كفانا هدم وكفانا حروب وكفانا اقتتال وكفانا فتن، نريد أن نرى أصرحا مبنية في هذا الوطن، في كل أرجاء الوطن. نريد أن نرى وطنا موحدا. نحن نسعى إن شاء الله في المؤتمر الوطني العام من أجل لم الشمل ومن أجل دعم البناء في كل مناحي الحياة في ليبيا. أشكركم معالي السيد رئيس الوزراء والإخوة الحضور جميعا، وصندوق الاستثمار الداخلي ومصلحة المطار على هذه المبادرة الطيبة، وأرجو أن يراها المواطن ونراها جميعا قيد الإنجاز وفي أسرع وقت ممكن، وتذليل كل العقبات أمام الشركة حتى تتمكن من أداء هذه المهمة التي تطلع عليها المواطن في كل أرحاء ليبيا. أشكركم جميعا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. استاذ محمود اقدم الله يشفع عمل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نشكر ونحمد رب العالمين ان اليوم هذا صار منا، لان الاداره التنفيذيه للصندوق المصلحه العامه ومصلحه المطار بدأت التفاوض من شهر 9/2014 بخصوص الاستثمار في مطار طرابلس العالمي. ووجودنا اليوم هو يعتبر تجسيد لفلسفة الصندوق الاستثمارية، وهي الاستثمار بمفهوم الشراكة العامة الخاصة، حتى يتم تمويل المشاريع من خارج الميزانية العامة للدولات. والحمد لله رب العالمين أن استجاب لدعانا وسخر السيد رئيس الوزراء لنقل هذه الفلسفة الاستثمارية من الورق إلى أرض الواقع. شكرا سيد الرئيس. وهذه بداية فقط، لأن هناك باقة من المشاريع إن شاء الله وبعون الله سيتم تجسيدها أيضا كيومنا هذا في الأيام القادمة إن شاء الله بعون الله. ونؤكد أن نحن ما إلا التكنوقراط، واللي ندير فيه هو ليبيا، ونسأل الله التوفيق والنجاح. والسلام عليكم. أنا أحب مثلاً معلش أنا أحب أن أعلق عن صراحة، كنا نسمع عن شركة الاستثمارات الخارجية وشركة الاستثمارات الداخلية، ولكن لا نرى هذه الشركة وجود لها في داخل بلادنا الحبيبة يعني في ليبيا. صراحة للأسف رأس مالها بالمليارات تقريبا حوالي 66 مليار، ولكن لا توجد لها أي ثمار داخل بلدنا أو داخل أو خدمة لهذا الشعب الليبي. وإنما نرى في كل مدن في كل دول العالم هذه الشركة لها استثمارات في الهوتيلات، في الملاعب، في مدن الألعاب، في كل المجالات. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن تم تحرير هذه البلاد ورجعت الأصول والأموال لأهلها ولوطننا، واتمنى أن تكون هذه الثورة يعني المحافظة عليها وما ضحى به أبناؤنا وأخوتنا وما دفعوا صراحة مقابله ثمن غالي باهظ وهي الدماء، أن نرى هذه الأموال تستثمر داخل بلدنا، داخل كل مدينة من مدننا، داخل كل قرية. نريدها أن تمس كل قرية من داخل مدننا التي تفتقر إلى أقل الخدمات، وهي المستشفيات والمدارس والسكن أيضا يعني. فبفضل الله يعني تم بداية هذا الصندوق الذي يحتوي تقريبا على 11 مليار دينار ليبي رصيدة، ممكن مخزنة ومجمدة لمدة عشرات السنين. فأنا نسأل الله العلي القدير أن يكون هذا فاتحة خير على بلدنا، هو مطار طرابلس العالمي. من ثم نتوجه إلى عدة دراسات صراحة اجتهدنا ودرسنا مع الأخوة في الصندوق إلى مجال الصحة، وهي توفير الخدمات الصحية لجميع أهلنا في ليبيا، ومن ثم الاستثمارات الترفيهية وعدة مجالات إن شاء الله، ونرى إن شاء الله ثمارها في المستقبل القريب باذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بدايه نترحم على شهدائنا الابرار
ونسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي جرحانا ويعفيه إن شاء الله. مما لا شك فيه في هذه اللحظات القيمة وهذه اللحظات التي أعتقد بأنها تثلج الصدور، وهي حد حكومة الإنقاذ الوطني والإصرار من قبل رئيس الوزراء والنواب على تحويل المشاريع داخل ليبيا والتقليل من إيرادات النفط للتوجه إلى نظام الاستثمار داخل هذه البلاد، سواء كان بنظام البي بي بي أو نظام البي أو تي. ولله الحمد فكان فيه توفيق، والكل يعلم في هذا الوقت بالذات بدأت الأشياء تظهر والمشاريع تخرج، وبإذن الله تعالى سيوفقنا الله في أن تكون جل مشاريعنا بنظام الاستثمار لكي نقفز ونبتعد عن استخدامنا لإيرادات النفط. وبارك الله فيك. شكراً. 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 طبعاً زي ما تفضل السيد المدير التنفيذي للصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، منذ فترة طويلة كنا نعي ضرورة اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى بديلة عن الاعتماد على الخزانة العامة للدولة، وكما أوضح السيد وزير المواصلات تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة وعلى الأموال اللي تأتي من مصادر ومن مبيعات النفط. فأحد مصلحه المطارات منذ سنه 2013 وهي بدايه اجتماعاتنا مع الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي ضروره اللجوء الى اساليب استثماريه اخرى، منها الاستثمار بطريقه الليبي وكيل، وهي التصميم تنفيذ تشغيل ومن ثم التسليم. فهذا ما راته مصلحه المطارات والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي، ابرمت مذكره التفاهم مع الصندوق او بين الصندوق والمصلحه بتاريخ 27/1/2015، وكانت هناك بعض العراقيل لتخص آلية الاستثمار، لم تكن هناك آلية واضحة للاستثمار في الدولة الليبية، أو لم يكن لدينا ثقافة عامة على الاستثمار. فبدأنا نجمع في الأفكار ونأخذ في عدة اجتماعات، عقدت عدة اجتماعات مع لجنة المالية في المؤتمر الوطني العام، كذلك عقدت عدة اجتماعات مع ديوان المحاسبة، ومن ثم وصلنا لآلية معينة أو وجدنا طريقة يمكن أن يتم فيها التعاقد بطريقة الدي بي أو تي كما وضحنا. كذلك أو كما قلنا نتيجة لأن المصلحة رأت ضرورة إيجاد مصادر أخرى للتمويل، لم يكن الصندوق هو الوحيد اللي لجأنا له في مصادر تمويلنا، بل اتجهنا كذلك إلى القطاع الخاص. على سبيل المثال أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة الذروة للاستثمار العقاري للاستثمار في مطار ميتيجا، كذلك أبرمنا مذكرة تفاهم مع شركة سيتيك وهي شركة فرنسية للاستثمار في مطار نصراتة. ف يعني توجهنا وكانت عندنا عده توجهات للاستثمار في مجال المطارات والابتعاد على التمويل من الخزانه العامه للدوله نظرا للظروف اللي تمر بها البلاد، وفي نفس الوقت نظرا للتاخر في اعتماد الميزانيه في كل سنه، فراينا ان هذا الاسلوب الوحيد اللي حينقذ المطارات او حيرتقي بالمطارات وتكون في مصاف الدول الناميه باذن الله. شوية بس نطلع بالإشارة على الهواء بس. لا مهندس عصام التموني المكلف بتسيير مهام أعمال وزارة المواصلات. طبعا
الكل يعلم أن في هذا الوقت العصيب التي تمر به البلاد في وافتقار للسيولة داخل الدولة، وأيضا اعتماد الكل التي كان سائر خلال اللانظام السابق وخلال الفترة السابقة أيضا، والاعتماد الكل على مصادر الدخل من واردات النفط. ولله الحمد والمنة باشرت حكومة الإنقاذ الوطني في أن تستفيد من هذه الأزمة أو هذه الشدة أو هذه الشدائد التي تمر بها البلاد هذه الفترة في التحول من الاعتماد على إيرادات النفط والدخول في مواضيع الاستثمار، سواء كان بالنظام الدي بي او تي أو النظام البي بي بي. وهذه تعتبر إن شاء الله تعالى نقطة البداية في الخروج من أزمة بتفعيل مشاريع بنظام المشاركة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، ونصر الله رب العرش العظيم يوفق وتكون هذه اللبنة الأولى في التطوير والنهوض بالبلاد إلى الأفضل وإلى الأحسن إن شاء الله تعالى. أن تم اليوم وبحضور السيد معالي رئيس الوزراء وضع حجر أساس لتدشين مشروع مطار طرابلس الدولي. طبعا هذا المشروع سيأتي بالتنسيق مع الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، فهو من سيقوم بتمويل هذا المشروع، يعني أن المشروع سيكون من خارج الميزانية العامة للدولة. طبعا هذا يعتبر مشروع فريد من نوعه كونه غير ممول كما قلت من الميزانية العامة للدولة. طبعا من سيقوم بتنفيذ هذا المشروع هو شركة دورشي تركيا. الفترة المقترحة لتنفيذ هذا المشروع حوالي 12 شهر. طبعا التصاميم حتقوم بها شركة فرنسية، واليوم تم تقديم عرض من قبل الشركة لتوضيح بعض المعالم لهذا المشروع، وأعتقد أن هي لحد الآن طبعا تعتبر جيدة جدا، وسيتم طبعا التنسيق وسيكون هناك عدة اجتماعات وعدة لقاءات مع الشركة لإعداد التصاميم ووضعها في شكلها النهائي. طبعا اليوم أحب أن أشكر كل من قام بهذا العمل وكل من ساهم معنا، وعلى رأسهم السيد معالي رئيس الوزراء وكذلك باقي الحضور منهم أعضاء المؤتمر والسادة النواب. ونتمنى بإذن الله التوفيق، وبإذن الله سنعمل لإنشاء هذا المشروع وإنجاز هذا المشروع في الفترة المحددة بإذن الله، ونتمنى التوفيق لكم. شكرا لكم.